نستمع الأستاذ أيمن البدري. تفضل. أهلا بيك، وطبعا فرصة إن هو يعرفنا بنفسه. السلام عليكم. أنا أصغر حد موجود، أقل لكم قدر القيمة. أنا أيمن البدري، مذيع بإذاعة أصوات الـ إم، إذاعة تبث على السوشيال ميديا. كان فايتني حاجات كتير قوي وأنا ببدأ إذاعة. قالوا لي لازم تتعلم كتير، أنت عندك خامل صوت بس لازم تتعلم حاجتين. أول حاجة فيهم احترام الكلمة، بمعنى إن أنت تحترم وضع المستمع أكتر ما تحترم وضع المتكلم. وأنت في وضع المستمع لازم تكون أكثر احتراما من إن أنت تكون المتكلم. فأنا عشان أعمل ده توجهت إلى الصالونات الثقافية ومجالس الشعراء. أنتم أهل الكلمة واحترم. أجد فيكم الرقي إن لما واحد فيكم بيقف على المنصة لإلقاء أشعاره كدخلة مثلا القاضي قائد المحكمة وصعود الشيخ منبر خطبة الجمعة، فتحية لكل شعراء جمهورية مصر العربية والقدرة. أشكر الأخ صديق الشاعر أحمد حسن عمر طبعا على الدعوة الجميلة اللي أنا لقيت على الفيس وطلبت إن أنا أحضرها للاستماع لأشعاره. وجدت النهارده أربع قيم كبار جدا. ربنا يخلي حضرتك وصلتني أكيد. وجدت أربع قيم أنا داخل مجتمع جمعيات أصوات أو داخل مجتمع أصوات في الطائرة. الأربع قيم دول ليهم عندنا تقدير المنبر اللي كل واحد فيهم في تخصصه بنرجع. أول حد فيهم أستاذنا وأول من خطر نحو الإعلام داخل المجتمع الأصواني وكل من صعد هذا السلم بعد ذلك وصول الراديو أصواني الإم، أستاذنا أستاذ دعم المضربي. هو من الناس اللي شغالة إعلام سوشيال ميديا من بدايات السوشيال ميديا. الشاعران الرائعان أحمد حسن عمر وكرم الجعفري هم من أصدقائي المقربين. أحمد حسن عمر طبعا سقف. نجم التنمية البشرية كابتن مصطفى، الدكتور مصطفى عز، عشان احنا زملاء ايام كنا لعيب الكوره فلسه كابتن مصطفى في النبي. والمطرب الوحيد الباقي داخل مطربي محافظه اسوان في القاهره متمسك بالفن الاسواني الاصلي، المطرب والفنان رضا احمد. انا بروح اماكن بعيد جدا عني عشان بسمع في الراجل ده بحر ابو جريشه وسيف الشيخ بقى باختصار، لان الشعراء ما بيحبوش يسمعوا أكثر من الشعر صالوناتهم. أنا بدعو حضراتكم جميعا للاستماع لبرامج إذاعة أصوات الإم، وأتمنى إن أنا أكون ضيف خفيف في صالوناتكم تجمعات شعراء، سموها إيه أصلا؟ تجمعات شعراء، الملتقيات والندوات شعراء. بشكر زلة الصفا، ولو تعرفوا طبعا أكيد كلمة الصفا دي مرتبطة بالمجتمع الأصواني. أستاذ رضا أنا قلبي سبسوطة صح؟ بشكركم على تحت الكلمة. والله أنا كنت جاي أسمع بس يا أستاذ أحمد، أتمنى إن تشرفوني بإن أنتوا تسمعوا حاجة من صوت الفيلم. ولما أجي إن شاء الله ظل سبسوطة المرة اللي جاية هستنى تقييماتكم. تؤمرني أنا هاجي أقعد جنب حضرتك ونعمل اللي إحنا عايزينه في حين إن يكون مفيش حد بيقولش يعني. تشرفت بحضراتكم جميعا. شكرا أستاذ دهب إن أنت طلع من وراك جيل زي وزي مصطفى يقف الوقفه دي قدام الناس المفروض دي ويقدر يكون عنده جرأة ان هو يتكلم. فتحيه لاستاذي قبل ما ارجع اقعد استاذ دعم المضربي. تحيه كبيره قوي.